شو بدخلك وش يهمك فيه؟ ولدي شعر ابيض وعيني يزرق. واضح. استنى خلينا نكمل لك بالله لحظه. فيما يتعلق بالجمعيات الحقوقيه بالله لحظه سامحني. نعرف جينا عليك شويه اليوم اما انت على وقت الحصه ولا الحقيقه راهو انت راهو نقول لك شوف انت راك معناها جماعه زوز نظريات متناقضه يلزمهم راهو يحكيوا صحيح التشنج انا ضده لكن راهو نحكيوا بشويه بريطانيا بيده فيها جمعيات حقوقيه مقلقه الحكومه البريطانيه في مقاومه الارهاب هذا قالوه مسؤولين حضرنا عندهم في سيمينار قال لك نحن كحكومه مقلقين الجمعيات لكن بريطانيا انا هفش نقول انا مشكلتي مش مع الجمعيات الحقوقيه مشكلتي مع البيوعه سيف نعفو من قبل 14 جون في هذا هو سيف ما تبدلش ويستحق حاجة كيلومتر أما فما ناس أخرى اليوم تسمسر بهذا وتقبض الفلوس ولا داعي باش نسمي الأسماء حوادث مؤسفة أنا ريتها سمسارة بس وأشياء مؤسفة ريتها رضي النصراوي نعرفهم من قبل شكون يراهن وشكون يزايد عليه غير وغير وغير لكن فما ناس أخرين بيوعة قولها ونعرف روحي شنو نحكي يقبض وكل خرجة يعملها يقبض عليها اللي هما الاطراف وبايع بلاده وداخلين بلوغة مجتمع مدني موجودين موجودين القناع بتاعك تو قلنا نسمي انا قادره اما نعرف شكون وقت اللي عيطوا قلنا عليهم شكون هذا وف. هذا الموجود نحكيوا لهنا سامحني هذا موجود يلزمنا نقروا به فما اليوم كي يجيك واحد مش قلتوا في مداهمه هاي ست سنين مش قلتوا كلكش خلعت الباب يبغوا يتقلقوا فما واحد يداهم ما يخلعش باب دق الباب ما تحلش باش تعمل ساسوكي نبعثوا في السطحة تخذها كيما بعضنا بالحق هاي سوري سي وليد سامحني كي يجي واحد يقول لي راك المتهم هذاك ضربته ببوني باش عطى تصريحات يقول لك هذا ما يجيش وهذه ممارسات غالطة هذا جدي نسمه مداهمة بلاش اذن قضائي ما تجيش هذا نسمه اما كي تجيني تقول لي والله تفجعوا راه من العائلة تفجعوا كي انتم حلتوا هو عنده اذنه فجأة راك كتب على ساسوكي انا بعث لك واضح واضح سي وليد سي سيف نحكي على ارتفاع نسبه الجريمه اللي قاعده تصير في الناشئه عند الناشئه اليوم الناشئه من المفروض المكان نتاعهم يكون في المعاهد يكون في الانشطه الثقافيه في النوادي فجاه يتحولوا الى مجرمين ويرتكبوا جرائم شنو السبب شوف طبعا للجريمه اسباب عديده تعرف في علم الاجرام ثم نظريه قبل ما نجي لبيعه الخمر خلص ثم نظريه تقول لك الجريمه هي لحظه جنون يقول لك الانسان العادي في راحه معقله لا يرتكب جريمه ليش بتسكنه ويقتل او واحد لا يرتكب الجريمه فلحظه ارتكاب الجريمه هي لحظه انفعاليه ثم شكون يسميها لحظه جنون دليل من بعد المجرم اغلب نسبه 99% يقول لك والله ندمت كرني درت من غادي ولا كرني ما حكيتش معاه ولا كذا فاسباب الجريمه برشا منها النفسي منها الاقتصادي منها جرائم الشرف ثم ناس التو ثم انظمه قانونيه تعفي القاتل في جرائم الشرف وعندنا الثأر زيادة لهنا ثم الثأر ثم عدة أسباب الجريمة لكن نحب نرجع للسبب مهم جدا اللي نسميه أم الخبائث اللي هو الخمر الشراب هو أم الخبائث مش حليل برك نعم مش حليل لا لا أم الخبائث ربي قال المخدرات ربي يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر العداوة والبغضاء هي اللي تنشأ على العنف والمشاكل والإجرام وغيره ثم إحصائية ومنيتي كان نهار وزارة الداخلية وزارة عدل خرجها في رمضان قداش تطيح نسبة الإجرام وقت اللي يمنع الخمر تطيح أقل من ربع المحاكم لا لا ترتفع لا بالعكس نسبة الإجرام ترتفع خليني كمل أمام خليني كمل أمام شوف البركة جت تكثر في رمضان سي وليد خليني نحكي المخدرات أنا ما كنتش نعرف المحكمة في رمضان تفرغ لكن قالها لي كادر أمني الله يرحمه توفى هو لا. قال لي رانا كان رئيس فرقه شرطه عادليه قال لي في رمضان نوليو تبقى جماعه المخدرات مخدرات لي جينيرالمون المخدرات كالمو تفهم فيا سمح نسبه الجريمه معدل المحاضر اللي تعملها اداره الشرطه العادليه ولا فرق الشرطه العادليه ينقص بشكل كبير كي تنحى الشراء انا هنا والله معكم الكل انه انا معاه ضد بيع الخمر جمله اما هذاك بيع الخمر انا حتى ثم ناس بحكم المهنه نحكي معاهم يقول لك اش معناه الاخر خاطر عنده مليارات يبيع وما عنده يعطيوه رخصه والناس كل تشري من عنده استاذ خلاص مبرر لهناس السيف مش نحكيو على القانوني والغير القانوني باش نقول لك حاجه هذا القانوني في ذهن المثقف سامحني سامحني برعاية خليني نكمل فكره ما خرجنا من الموضوع احنا نحكوا على بيع الخمر في المؤسسات التربويه ليه سامحني بيع زاد المخدرات في محيط المؤسسات التربويه في مدرسه التربويه ما نكمل اربط لي بيع الخمر بالمؤسسه التربويه تخرج لي هذه مرفوض حتى المقهى في المقهى انا
احكي لي على المؤسسات التربويه في الاوسط كثيره متبلده قاعدين يستهلكوا في مدينه زطلة. معناها تحب نقول لك راه تبي سينا رمان ما يجيش يبيع التلميذ ولا الصغير ولا غيره. اي خلينا نقعدوا القانون اكثر من الطفوله. القانون التونسي لتوا اليوم الناس هذا يمنع بيع الخمر او مناوله الخمر للمسلمين لليوم نص ما تبدلش نص موجود موجود ولا لا واضح سي صحيت به القانون التونسي اليوم من فضلك القانون التونسي التونسي الخمر سمحنا الخمر ما عادش فما جريمه معناها توش بدنا ما يفضلكم يفضلك السيف بايجاز خلينا نعطي الكلمه لسي انا قلت على موضوع الخمر انا نقول لكم راهو ام الخبائث بالحق وراهو اغلب الجرائم سببها الخمر نحكيوا على اطفال مرتكبين جريمه نزيدك حاجه اخرى اليوم جاوا بدلوا قانون المخدرات وانا ضد تنقيح قانون المخدرات وضد اللي صار في قانون المخدرات بصياح وعيات نتاع جمعيات حقوقيه تفهم من نوع اخر كيما نحكي عليه انا واحد عايط على الريق واحد سايق خليني نعطي نفسي بعد اذنكم ثم جمعيه تبرر في الارهاب ثم جمعيه تبرر في المخدرات واضح خلينا نحكيو اليوم شنو فما شنو فما اليوم الدوله شرعنت المخدرات مع الخمر اليوم شرعا ميسي نورمال تطلع معدل جريمة ودخل نحكي أخطر رأي بإيجاسي ويدخلت الكلمة السياسية موش الظاهرة نحن توا الخمر مش وحده راو بالحق راو توا الخمر يقول لك بالحق هو أم الخبائث دينيا نحن نحكيه توا حكاية اجتماعية اجتماعيا فما الأخطر من الخمر أو تسبب في الجرائم راو الحرابش اللي هي يعاقب بائعها ولا يعاقب مستهلكها واللي هي تتسبب في كوارث اكثر من الخمر وهذا ظهر لي ما فماش فيه نقاش اكثر من الخمر واكثر من القنابل الهندي وحسي وليد وحسي نسيم نحكيوا اليوم على صغيراتنا اللي موجودين من المفروض كنا بعثوهم للمؤسسه كل ما يحيط بالمؤسسه يخدم مصلحه هذا التلميذ فجاه يخرج لنا شخص محصن المكان نتاعو باب ما شاء الله 13 بلوكيز الامن اربع سوايع باش نجم يخترق مثل هذا المكان اليوم نحكيوا على شكون قاعد يتلاعب بابنائنا واطفالنا اليوم وقت اللي تبدا عندك نسبه مرتفعه نتاع 25% من التلامذه في تونس يتعاطوا المخدرات والكحول والدخان نسبه تنبأ بشؤم في البلاد النسبه اللي اليوم نسبه الجريمه اللي نحكيوا عليها اللي تونس في المرتبه العاشره عربيا و53 عالميا راهي باش تولي تونس تقريبا في مراتب متقدمه جدا من ناحيه الجريمه خاطر احنا قاعدين نصنعوا في جيل نكونوا في جيل باش يطلع جيل ربما جيل فاسد جيل منحرف جيل ربما إذا كان اليوم عندنا تقريب 25 ألف في السجون غدوة ال 25% هذوما حضر لهم كل السجون دون قيم دون قيم معناها هذا جيل دون قيم ودون سلوك وقت نجي نلقى تونس كبلاد في الترتيب العالمي من ناحية السلوك الأخرى لهنا مشكل وي فهمت مشكل كبير يلزمنا وهذه مش معالجة أمنية نحكيوا فيه الأمنيين يعملوا دورية لكن كي نلقى نقب أنا في وسط الليسي ونقبة تعدي من الليسي لليسي وتعديك على حاجة أخرى شكون يصلحها؟ المؤسسة التربوية مش المؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية أنا دوري باش نجي نحمي المحيط تاع المدرسة وباش الناس اللي ربما اللي فيهم شبهة باش نتحرى معاها. مش دوري إني باش نحمي مدرسة وباش نصلحها سور. هذا كل واحد معناه يتحمل مسؤوليته. لهنا نرجعوا للناس المجتمع وقلنا نبداو من الروضة ونبداو من المدرسة ونبداو من الناس الكل باش نجموا نصلحوا المجتمع باش نجموا نصلحوا القيم نصلحوا المبادئ اللي ربما انهارت وسبب هذه سبب كبير في الجريمه الامن اليوم قاعد يعمل يخدم في 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 النشاط المعهود والدوريات المعهوده نتاعو صحيح ربما تراها انت روتينيه لكن احنا تحريات كبيره وتعرف مدارس برشا وتعرف المهام برشا والمدارس معناها ديما معناها في اوقات الذروه تقريبا تلقى الامنيين ديما قدام المدارس لكن الناس هذوما تستغل ربما حتى في ولد صغار في الليل في اوقات معناها ترى انت مدارس مش هذه مدرسه عديد المدارس تعديت حتى على صفحات التواصل الاجتماعي اللي فيها المجرمين في النهار تلامذه تقرا وفي الليل مجرمين معناها قاعد معناها وينو العساس نتاع المدرسه اللي نلقى مره اخرى في 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 اللي في رناه على صفحات التواصل الاجتماعي في سكره المدرسه في الليل معناها نتاع سهرات ونتاع بوجود معناها الحارس نتاع المؤسسه وفي النهار تتحول مؤسسه تربويه ربما لهنا نحكي نقول مجتمع كامل يتحمل مسؤوليته والناس كل واحد من جهته نحاولوا نصلحوا اللي نجموا نصلحوا في البلاد احنا كمؤسسه امنيه رانا ساهرين وساعين باش نطوروا ربما في ادائنا اكثر حتى ننقذوا بقيه صغيراتنا اما لكن راهو الحاجه هذه يلزم تحمل فيها الناس كل مسؤوليتها واضح محمد انت كنت حاضر تقريبا في كل ريبورتاج اللي تصوروا في كل التقارير
يبدو أنه هنالك ارتباك حقيقي بالنسبة للتناول متاع الموضوع هذا. نحكي على تداخل علم الاجتماع، نحكي على تداخل علم النفس على برامج تربوية تنهض بمثل هذه يعني الظواهر وتحاول باش تحد منها. أنا ما نحبش نحكي على ارتباك، أنا نحب نحكي على إرباك. احنا في تونس وليت عنا حاجة جديدة أنه كل حاجة تنزح شكوا فيها، كل حاجة نقطة ضوء لازم نلوجولها في حكاية باش نحكيو فيها على مشاكل أخرى. أنا نحكي على مشكلة وظاهرة وليت في المؤسسات التربوية توا في تونس للأسف المحيط نتاعها كما ورينا حي التضامن دوار يشر وغيره حتى في الأحياء معناتها صايرة فيها. أنا عطيت مثال لأني عشت وشفته، لكن هذا مثال ينطبق على كامل تراب الجمهورية. وقت اللي تلقى ليسي منقوب الناس تدخلوا في الليل، المجرمين يدخلوا له في كل وقت، وتصير جرائم شنيعة في المؤسسات التربوية هذه. المشكلة الأمني يزمو يمشي للعرس، يزمو يمشي مسجد في الأحياء، يزمو مسجد في الأجبال، وتو يزمو مسجد في وسط المدارس والمعاهد الثانوية، وهي ظاهرة جديدة وخطيرة. نتمنى الأستاذ يقول لي هذه لهني مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية فقط معتها الأمنيين؟ هل هي مسؤولية وزير الداخلية؟ هي باهي ها وزير الداخلية معناتها منذ أسبوعين تكلم وقال للمؤسسات التربوية أولوية قصوى، لأن ولات فضاء يحتضن الجريمة وبالحق، والتلميذ يطعن زميل، والتلميذ يعمل الحاجة هذه. احنا بالمظاهر هذه عون حرس دخل ضربوه في وجهه وهو في وسط ليسي، معناتها ماشي داخل الليسي في الليل باش يمشط، داخلين في الليسي لقاو معناتها شراب في محيط ليسي، السيد اللي كنتوا تشوفوا فيه بيع في الشراب للتلامذه. احنا وين ماشيين؟ السادة الولايات وينهم؟ اش قاعدين يعملوا؟ المندوبيات كذلك سمحني. لا المندوبيات، المندوبيات التعليم ما عندهمش ميزانيات، مانيش نحكي عليهم في الاصلاح وفي كذا، لانه هذه مسؤوليه سلطات جهويه اللي لازمها تتدخل. فقط انا نخدم بالنقطه هذه، انا نقول في 2017 الوحدات الامنيه بمختلف الاختصاصات نتاعها حسب مريته وحسب معينته قاعدة تقوم بمجهود كبير جدا، وقاعدة توقف وقاعدة تشد في الخارجين عن القانون. وأحيانا نقولها وما نحشمش، فما البعض متورط في قضايا مثل اللي كنتوا تشوفوا فيها يوصل للمحكمة ويروح. هذا نجم يجوبك عليه سي وليد، هل أنه فما أشخاص متهمين يعني تم الإثبات الجريمة متاعهم يوصلوا للمحكمة ويتسجن؟ أشوف شوف سوري خلينا نحكي حاجة، مش ما تكون الشكاية خاطر فيها نبرة متاع اتهام. لا لا أكيد احنا لا خنفس شوف راو قبل ما ننظر للقضية من ناحية الأصل ننظر لها من ناحية الشكل. ينجم يكون فما خلال إجراء تحكم محكمة عدم سماع الدعوة لبطل الإجراءات حتى هو عمل هذا قانونيا راو واضح. به اثنين القاضي لا يحكم الا انطلاقا مش باللي شافه سي محمد، باللي تخدم في الملف. شكون قالك البحث اللي خدم معرف يخدم وبحث بشكل جيد في قضيه البحث؟ انت لعل ناقص البحث، لعل ناقص مكافحه، لعل ناقص شاهد، صحيح ولا لا؟ صحيح. معناها لا خدمه الامني 100% امبيكابل، لا خدمه القاضي 100%، كله مجهود بشري كله نسبي نسبي. فهمتني؟ انا المهم نقوله انه الناس كلها بالنسبة للظاهرة الإجرامية الناس كلها يلزم تتكاتف مع بعضها. ودعونا من لغة التشكيك، أنا لغة التشكيك نكرهها. تونس قاعدة تتقدم، ضريبة الثورة رغم هذا يلزمنا نقولوه، رغم الثورات الكل تصير فيها الطفرات هذه راي تصير بعدها مثل هذه الأشكال، لأنه عليه لأنه الأجهزة بتاع الدولة تضعف وميكانيزمات المجتمع بيدو تضعف، يولي فما الشك في كل شيء كما كان يحكي. لو ظاهرة ذي صارت بعد الثورات الكل تصبح الناس شك في كل شيء. اذا كان يولي النخبه المشكله شنو؟ المشكله كبيرة. لا مش تحكي على شكل النخبه، مش هذاك الشك نحكي عليه، مش تحكي على شكل هذاك، نحكي على شكل المجتمع في حد ذاته. اللي يلو دوت اليوم، اليوم التونسي عنده اندوت، عنده انكس شنو غدوه شنو يمشي يصير. حاله القلق هذه تخلق عند التونسي وما يلقاش اجابتها من قبل شكون؟ اهم واحد لازم يجاوبوا عليه هو الدوله. تقول له غدوه هاو شنو يصير؟ راهو قبل، راهو اليوم ما نعرفوش غدوه الصباح شنو ينجم يصير. الحاله نتاع القلق النفسي هذا شنو باش تقدم لك؟ باش تقدم لك مواطن سوي معناها وقت اللي هو اولا مستواه الثقافي، مش نحكي على القرايه، القرايه ماهيش ثقافه، ثقافه حاجه والقرايه حاجه اخرى. مستواه الثقافي، مستواه المادي، ومستوى العائله اللي دايره به والمحيط الموجود فيه ما ينجمش يعطيه معلومه فيابل.
واضح استاذ فمت. واضح سي وليد. استاذ سيف نحكيه على تقريب اغلبيه من اللي تم استجوابهم او سماحهم كشهود ارتكبوا جرائم يقول لك انا اليوم ندم ولو كان يرجع بي الوقت التالي كنت نتراجع وان شاء الله القانون يسامحني ان شاء الله العائله المتضرره تسامحني عائلتي تسامحني. هل وليدات اللي ينفعلوا يرتكبوا الجريمه علاش يوصلوا للحاله هذه؟ علاه نحكيوا على طفوله فقدوا الطفوله نتاعهم. باش نعطي ملحوظه اخرى لازم نذكر بها راهو الظاهره مش جديده. نعرف باهي معناها قبل ما كانتش الاصلاحيات مسكره ولا كانت فارغه معناها راهو ارتفاع النسبه صحيت ارتفاع لازم تخرج احصائيات اكيد ترتفع بحكم معناها عدد الشعب عدد السكان ارتفع والضغط النفسي قبل راهو كانت ناس معناها الدار اللي فيها تلفزه راهي لبس عليها ثريه قبل كانت الشبيب اللي ما عندوش تلفزه يقرا في الكتب معناها يملى نفسه من داخل باهي. ثم مساله اخرى مهمه برشا راهو لنتفق الواعز الديني رجع برشا لانه كي نحكيو على الاخلاق والقيم وكذا راهي كلها مستمده من الواعز الديني. اليوم بالحق عندنا مشكل في الرسول يقول ان يتم مكارم الاخلاق صحيح. مش الدين بركة في الاخلاق باهي لحظه الاخلاق موجوده حتى خارج النص الديني صحيح ولا تفضل. كل المعاني الاخلاقيه في الدين في الدول الكل فلسفيا يقول لك مصدرها راهو ديني واضح. الدين هو اللي جاي شرع الاخلاق هو جاي يعلم القيم هو الحديث هذا شنو يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قيم قبل اكيد صحيح اي حتى من دين مش قيم مجتمعيه في تونس نعيشوا بها نحن شفت كي نحب نعالجوا ظاهره ونحكي على حل تعليق زايد سي ولي لا والله ما هو زايد والله لب الموضوع ذكريني مع بعضنا تفضل استاذ واصل حديثك. شوف كنا قبل مثلا اول ما واحد يبدا يتعلم يقرا في الكتاب وفي الكتاب تحفظ القرآن واللي في قلبه القرآن راه يكون أقل نزعة إجرامية. ثم دول على فكرة ما تعطيش العفو هكاك للسجين تعطيه لازم يجيب شهادة علمية شهادة كذا ولا يحفظ القرآن يكون يدخل مجرم يخرج حافظ اشترى القرآن ما عادش يرجع للجريمة قلبه تعبى بحاجات أخرى. احنا الوازع الديني هذا تكل تالي. اليوم ثم ناس في تونس تحارب في الكتاتيب قال لك نحن علينا كتاتيب وش معناها تقري ولاد صغار القرآن هذا متوانسه كيفنا انا نسمع على غياب الاسره نحكيو على غياب الاسره ولات متفككه يا بيده نحكيو على ارتفاع نسبه التلاعب. انا قلت شوف قلت من الاسباب شو شنو نعم. انا تو نعالجوا ظاهره انا قلت قبيله ثم اسباب اجتماعيه لازم علماء الاجتماع يتكلموا اسباب نفسيه علماء النفس يتكلموا وزاره التجهيز لازم تعمل كياسات وحوم مش كيما راهو الدوله مسؤوله على الاسكان مش معقول احياء عام 2017 الله غالب احنا اولاد حوم شعبيه اما راه مش معقول نسكن في 70 متر مربع تلقى فيها 8 من الناس. سامحني خليك كمل امان امان. سؤال بركه سؤال صغير لي. بركه انت قلت الدوله مطالبه بالاسكان هي. انا نقول لك بوك فقير ما عندوش هي. تخرج تقتله لا 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 الدوله ما عندهاش شو قبيله ما نحبش نعلق جريمة. ما نحبش نعلق على على على, على, على ما يوقفك من قبيله لانه هو راي نحترمه مانيش مبرر في الجريمه انا قاعد نحكي في الدوله كيفاش تنقص من الجريمه كيفاش دوله تنقص من الطلاق اعطيونا اللي سبب عندنا كارثه في تونس سامحني كارثه في تونس اسمها الطلاق نحكيو على العنف داخل سمحني. الاسره لهنا سامحني سامحني اليوم عندنا سامحني اليوم الارقام اللي قاعده تخرج ساعات عندنا اقل من 10,000 عقد زواج في العام واكثر من 14,000 حكم طلاق معناها الناس اللي قاعده تطلق راهي كارثه اجتماعيه راهي تنتج عليها اولاد صغار ما يعيشوش مع ابوهم وامهم معناها العاطفه عاطفيا يبداو ناقصين يمشي الاجرام ما يلقاش الاحاطه نتاع الاسره دونك اذا نحبوا نعالجوا ظاهره راهو ثم برشا حاجات من الجمله قلت انا اليوم مثلا ثم قليل تمشي جامع تسمع امام صوته جميل يحن لك قلبك هكا نحاوهم بالنسبه لي صوته جميل هذاك نجم يلم الشبيبه ويعلمهم سلاه وسلاه إرهاب وكل مفهوم الغلط سي سيف ديما ترجع عندنا للجانب الديني ديما مازال عندنا انت كنت تحكي على جوانب اخرى تفكك كل اسري نحكيو على العنف استعمال المخدرات داخل المؤسسات التربويه نحكيو على بيع الخمر بس ايش خدعتينا الراي تقول انت قول انت الاسباب الاقتصاديه انا قلت لك مين الاسباب مين الاسباب ان ولات عندنا موقف مش موقف عندنا سوء معامله في الجانب الديني الولد الصغير توا الشاب اليوم يخاف يمشي يتنومر يمشي المسجد ويتنومر واضح واضح هذه غلط سامحني خلينا نحط اصبعنا على الداء هذه غلط 10 ثواني كي ما يمشيش للجامع والقيم نتاعه والمستوى منسوب القيم يطلع عنده كي يسمع القران ويسمع خطبه باهيه وسمحه وكذا تطلع تصلي ورا واحد ما يعرفش يقرا وتسمع في خطبه ما يعرفش يتكلم سي نورمال تكره تخرج لبرا تخرج المجتمع شو مش تلقى واضح استاذ نجي معاك خلاص انت هي المسجد
ما تسكر عليه المسجد. شكرا ليك استاذي فضلك، شكرا ليك. باش نرجع لك سي وليد فقط باش نحكيو توا سي نسيم معك على رسائل الامل والحلول اللي نجموا نلقاوها من قبل الامن، الحلول الامنيه. ماذا يستحق الامن اليوم؟ شنو يعني شنو يستحق؟ شنو اللي لازم يكون موجود باش نجموا نخفضوا من نسب هذه، باعتبار انكم على عاتقكم مهمات كبيره جدا، عندكم الجريمه، عندكم الارهاب، عندكم التنظيم وغيره. أهم حاجة اللي يلزم الدولة تأخذ بعين الاعتبار إنها تستثمر في الأمن. إذا تستثمر الدولة في الأمن تستثمر من ناحية، أول حاجة من ناحية التجهيزات، من ناحية التكوين، من ناحية البنية التحتية، من ناحية الأفراد. فما عديد الأشياء اللي يلزم نوصلها اليوم. كي يحكي سي سيف بكري على المعاملة سيئة ولا غيره، اليوم فما حلول، فما حلول نجمه باش المعاملة تتغير. اليوم اللي يلزم نفصلهم بين المركز الإداري والمركز العدلي. اليوم يلزمنا تجهيزات باش وقت المواطن يطلب النجدة يلقى 3 أو 4 كراه موجودين بحذاه باش نقلوا من الجريمة. اليوم في دورية، اليوم في مركز مرجع نظر تلقى عنده تقريبا 20,000 ساكن اليوم، وهو عنده سيارة واحدة ولا 4 عوان. اليوم فما معناها إذا كان نحبه بالحق معناها نحبه نكافحوا الجريمة والظاهرة هذه من ناحية الأمنية على الأقل. فما خطر عديد نواحي أخرى نجم نكافحوا بها، أما نحكي عن ناحية الأمنية يلزم نوفروا التجهيزات، نوفروا الأعوان على الأقل في الجانب هذا، نوفروا باش نجموا نجابه هالجريمة ونجابه على الأقل أبسط حاجة. المواطن وقت يطلب النجدة ما نجيوش مخر، مش كيف توا يلوم علينا. راهو فما تجهيزات، ساعات تلقى 5 أو 6 حوادث في نفس التوقيت، هو انه مرجع نظر مركز واحد ويبدا عنده سياره واحده، دونك راهو ما ينجمش ساعات باش يكون النجده تنجم تكون سريعه ورابيد في اكثر وقت. اذا كان نحبوا بلادنا ترجع من الناحيه الاقتصاديه، با الارهاب هذاك مانيش باش نحكيو فيه، لانه بالنسبه لنا احنا الهدف رقم واحد انه نقضيو على الارهاب في بلادنا، ومتجندين الناس الكل تقريبا، وحتى المجتمع التونسي والشعب التونسي والمؤسسه العسكريه والامنيه والديوان الناس الكل ضد الارهاب، والارهاب اليوم ملقاش حاضنه في تونس، هذاك علاش بقى في مراحله الاخيره. مي يلزمنا ديما نردوا بالنا وننتبهوا. هذا من جانب، من جانب انه مكافحه الجريمه راهو يلزمنا كيف كما قلت، يلزمنا تجهيزات، يلزمنا معناها اعاده المنظومه الامنيه، نعاودوا اعاده الانتشار الامني، نعاودوا فما اعاده الهيكليه، يلزمنا فما مشروع نتاع اسلاح وزاره الداخليه ان شاء الله سيد الوزير لطفي ابراهيم ان شاء الله يقوم بالاجراءات هذه، خاطر يلزم فما شانتي كبير في وزاره الداخليه، يلزمنا برشا اسلاحات. اليوم نخدموا بتشريعات، وسي وليد يعرف نخدموا بتشريعات اللي هي معناها قديمه. اما كما قلت بكري راهو الدستور اليوم في الكروسه والموتور ما همش كيف اليوم. الدستور يحكي على مبادئ نتاع حريه وديمقراطيه ومتاع حقوق الانسان. اليوم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل لا علاقه لها بالدستور نتاع الجمهوريه الثانيه، دونك يلزمنا ثوره في التشريع. وفي حاجه اخرى مهمه برشا، يلزمنا عون الامن هذا اللي يخدم، يلزمنا نوفروا له حمايه، يلزمنا نوفروا له رعايه اجتماعيه، يلزمنا نوفروا رعايه صحيه، يلزمنا نتلهاو بالجانب التكويني نتاع عون الامن، يلزمنا اهم حاجه ان نحميو عون الامن باش ينجموا يواصلوا يخدموا. وانت تعرف عندنا قانون نتاع زجر الاعتداءات على الامنيين، القانون هذا في الرفوف نتاع مجلس نواب الشعب، نتمنى انه يتحط على في جلسه عامه ولا يدرسوه على الاقل ينقحوه بما فيه في القانون هذا. يحكي قوانين تحكينا عليها برشا، دونك اكيد دعمنا الكبير لكم، دعمنا ودعم كل الشعب التونسي للمؤسسه الامنيه والعسكريه اللي قاعده تقوم بمجهودات كبيره جدا في حفظ نظام البلاد وفي مكافحه الارهاب. باش نجي معاك محمد نحكي اليوم على ضروره وجود مكاتب اصغاء داخل المؤسسات التربويه، ضروره عوده اللحمه بين كامل افراد الاسره، ضروره نحبوا بعضنا، لانه اليوم تونس محليها صدقوني. احنا الحمد لله جات علينا ثوره، لكن نجمنا نتجاوزوا كل الصعوبات. شنو اليوم نجموا نقدموا للدوله هذه، وشنو هي الحلول تنجم تكون موجوده لحمايه هالاطفال العزيز علينا هذو؟ انا سيتي بعجاله، معناتها وموقف يبقى خاص، احنا 7 سنوات عن الثوره، لا مجال للحديث، دائما اننا في ثوره في ثوره في ثوره، لانه 7 سنوات مرت ونحن في نفس النقطه ونتحدث على ثوره. بالنسبه للمؤسسات التربويه أو الأمنية أو القضائية، عندنا مشكل في تونس كلنا نفهم في كل شيء. وزير العدل يراد به أن ينصب في المقاهي، تقييم وزير الداخلية يصير في المقاهي، الإصلاح التربوي يراد به أن يكون في المقاهي، لا هذا خطأ فادح، يجب أن يكون الإصلاح كل حسب اختصاصه. خليه التشريع والقضاء للقضاة، خليه الإصلاح التربوي للأساتذة والمعلمين، خليه التقييم الأمني للأمنيين، خلينا نمشيو بالاختصاص. إذا كان احنا نحبوا ننظروا الحلول جذرية لبلادنا،
هاي تنوقفوا مع ساعة النظرة التشاؤمية مع الناس اللي تحب وقت لترميه كما الأستاذ سمحني مانيش نقصدك لكن نحب نعرج على كلامه تقول المؤسسة الأمنية يمشي بيك ديريكت يقول لك حقوق الإنسان تمشي بيه تقول له صلح يقول لك سكروا لي الجوامع تمشي بيه كذا يقول لك وقفوا لي كذا لا أخوي واضح خليني دقيقة بركة ما تقص عليا بركة 30 ثانية فقط 30 ثانية تفضل محمد أنا نحب من هنا ومن المنبر هذه للناس الكل خلينا كل واحد يحكي في مجاله وخلينا كل واحد يحكي في التخصص نتاعه وخلينا إن وجدت خلافات تكون وراء أبواب مغلقة نفضوا مشاكلنا وخلي تونس تتقدم وخلينا نرجعوا ولفت السادة الولايات في كامل تراب الجمهورية رأي مؤسساتنا التربوية مشيت رأي مؤسسات التربوية ضاعت فما إصلاحات على الأقل سي وليد لازمها تكون وتدخل عاجل توا ما عندهمش ميزانية اش نعم نضيع اولادنا واضح سي محمد خلينا نجي معاك سي وليد فقط دقيقه باش نحكيوا على نبعثوا رسائل طمأنا للناس اللي تتفرج فينا راهو ماناش في مرحله كارثيه عندنا ظواهر قاعده تتفاقم كل مره كل سنه تزيد تتفاقم شويه لكن بالاراده الجماعيه بتكاتف الجهود نجموا نتجاوزوا كل هذا شوف نحن في تونس قدمنا خطوات كبيره بعد 14 جانفي في مجال الحريات في مجال الدستور في مجال انتقال السلمي للسلطه ثقافه به لكن عندنا نقاط وهينات سلبيه هذا خلينا نتفقوا فيه انا كما كل مجتمع ماناش نكونوا مختلفين ماناش مطلعين نحن هذا هو موجود لكن اهم حاجه ما يلزمناش نفقدوه انا تو باش نحكي و واضح سي وليد واضح هذا خلينا نتفقوا فيه علاه ما فماش مجتمعات متدينه وتصير فيها جرائم اكثر من هكا يخزينا المحارم وين نحلوا الباب ونحكيوا بيعوا جرائم سي وليد مش موضوعنا خلينا نمرر الكلمه للاستاذ الدين هو السبب في انه نحن في جرائم واضح سي وليد خلينا نكمل على الرساله الايجابيه دقيقه وفيه سي وليد اعطيتك دقيقه وانت اخترت باش تحكي في الموضوع الرساله الايجابيه وسع بالك استاذ انت والله الوقت شرفنا على النهايه مرحبا بكم على العين وعلى الراس شوف اهم رساله ايجابيه انه نحن الظواهر قاعدين نحكيوا فيها ونحن اتيتروبوزي نحكيوا ونتناقشوا حولها مانيش نتعاركوا حولها سي لو بلوز امبورطون تونس غدوه مصيرها خير مادامنا قاعدين نتحاوروا ماناش مسكين بيبان على بعض واضح استاذ دقيقه فقط حول الرسائل الطمأنه اللي نجموا نوصلوهم لعائلاتنا اللي قاعده تتفرج فينا تو انا من الاول بديت برسائل قلت رانا حاله الحل اللي في تونس مش جديده فقط ولا جديد انه تخرج في الاعلام يعني كانت تصير جرائم اكبر وجريمة سليمان صارت قبل وسفاح نابل صار قبل وكثير من الجرائم الكبيرة وجربة وغيره صارت قبل فاحنا راهو باش ما يتفجعش الشعب التونسي مش راهي الثورة جابت الجرائم مش صحيح المحاكم ما كانتش بطالة قبل انا نحب نقول شوف راهو كي نتكلموا وساعات نتكلموا حتى بحدة ونحطوا صبعنا على الداء في الاخر نقدموا في راي اكيد راهو مش 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 مطروح عليك انك تسبني خاطر انا عطيت راي ما يعجبكش انا اللي طالبه واضح انك سامحني انه وزاره الداخليه بالذات والحكومه بصفه عامه تسمع الكلام اللي ما يعجبهاش ما يسالش واضح وصلت لك حاجه انا نتمنى انا من الاول بديت بالتنديد باللي صار على الامنيين وانا فوق راسي كل امني ساهر اليوم في الليل سامحني لحظه برك انا امنيتي شو قصوا عليها لهم امنيتي لو كان وزاره الداخليه جيت عايت للناس تقول لهم نعملوا لقاءات حتى شهريه مره في الشهر ان شاء الله الناس صوتك يوصل الناس اللي ما يعجبناش كلامهم مش ما نسمعوهمش كي يتكلموا نسبوهم واضح استاذ نوليو نتهموا فيهم بتبرير ودرشوا كلام ما عنده حتى معنى شكرا لك استاذ سيف الدين مخلوف على حضورك وعلى كل هذه التوضيحات والثوره حاجه باهيه فقط بالله ماذا بينا انتخابات البلديه انتخابات البلديه هي اللي تصلح المدارس شكرا لك سيف شكرا هي اللي تعمل كياس سي وليد شكرا لك كذلك على حضورك شكرا لك سي نسيم على كل هذه التوضيحات انا فقط باش نغتنم الفرصه باش نقدم احر التعازي باسمي وباسم كافه اسره ام تونيزيا
وأسرة برنامج بلا قناع لزميلنا محمد في وفاة والدته. إن شاء الله يا ربي يا محمد آخر لا أحزان. ما تنساوش باش تتفرجوا فينا الأربعاء الجاي في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. الحلقة باش تتعاود كل يوم تلقاوها موجودة على قناة إم تونيزيا. شكرا لفريق الإعداد، شكرا للفريق التقني.